أربعة تفقدك قيمتك عند الناس: كثرة الكلام، وكثرة الشكوى، وكثرة الكذب، والنميمة. وأربعة تمنع عنك الرزق: نوم الصبح، وقلة الصلاة، والكسل، وقلة الاستغفار. وأربعة تجلب لك الرزق: قيام الليل، والصدقة، وكثرة الاستغفار، والذكر أول النهار وآخره. وأربعة تهدم البدن: الهم، والحزن، والجوع، والسهر. وأربعة يجب أن لا تكسرها: الثقة، والوعود، والقلوب، والمبادئ. وأربعة تجعلك أحسن: انسى الماضي، ولا تتوقع المجهول من مستقبلك، وعش حاضرك، واحتفظ بمن يريدك، ولا تجري وراء من لا يريدك. وأربعة كذابين لا تصدقهم أبدا: أولا الخوف، يكذب عليك ويقول لك: لقد مررت من هذه الطريق قبلا، وستفشل إن أعدت المحاولة. ثانيا الوسواس، يكذب عليك ويقول لك: إنك لا شيء، وأنك لست بخير، وأنه لا يوجد شيء حقيقي، وكله مزيف، ولا يوجد من يحبك. ثالثا القلق، يكذب عليك ويقول لك: سيحصل شيء في حياتك لا تستطيع السيطرة عليه، وستنقلب حياتك للأسوأ. رابعا الاكتئاب، يكذب عليك ويقول لك: هذا أنت، وتوقف عن التمثيل بأنك بخير وبأنك جيد. إن كذب عليك هؤلاء الأربعة كي يخدعوك، فقل لهم: أنك بخير، وصدق ذلك، فذلك يستحق، ونفسك تستحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.